إليه أخيانا العلم اسمه أغلبية واضحة. ترفع الجلسة إلى صباح يوم الاثنين العاشر من الصباح. أغلبية. المادة 19 لم يتم. من مع قرار اللجنة؟ المادة 28 تمام قال لك بالبلباء ان الشخص لازم يطلب منه اي شيء قرار المادة 24 اغلبية واحدة المادة 25 طبعا عندي ربع مليون واحد وبكتبه بخمسه بعض مرات لما كبس الى اساء يا سيدي اساء وانت ما بتبقى اساء كل الأحزاب الأردنية الموالية والمعارضة ضده، كل المواقع، كل الإعلاميين اللي موالين وغير موالين ضده، كل الدنيا ضده والعالم برا قاعد بيصيح وبصرخ وبيقول هذا مخالف و16 منظمة دولية بتعارض هذا القانون، وانتم لا مثيل له في أي دولة عربية هذا القانون ولا مثيل له في التشريعات الأردنية. وأنا اليوم صرخة مدوية تحت القبة قلت هذا لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، هذا بمس بأمننا واستقرارنا وسيادة بلدنا، سيزج بالشعب الأردني كله تحت في السجون، سيصبح الأردن سجن كبير. اللجنة القانونية عملت جلسة مغلقة سرية في الليل لإقراره دون دعوة الزملاء النواب مع أن النظام الداخلي ينص على حرية حضور النواب لاجتماعات اللجان، ثم جاء لنا يعني وتمت دعوة لهذه الجلسة الساعة 12 مساء أيضا، يعني كل الأمور تمت بشكل سري وبشكل يوحي بأن هنالك شيء لا تريد الحكومة ولا حتى مجلس النواب إطلاعه على الشارع الأردني. الشارع الأردني أعتقد والعمل الصحفي والإعلامي سيكون مقيد ولن يكون بعد إقرار هذا القانون كما كان قبله. يبقى الأمل من الشارع الأردني الذي يناشد ويطالب الملك أن يتدخل وأن يرفض هذا القانون، وهذا جزء من صلاحياته الدستورية، ويبقى هذا الأمل الأخير.